صاروا ينادوا علينا يقولوا لنا اطلعوا برا البيت، منطقه حمد منطقه عسكريه، احنا هان لتحرير الرهائن. بس ما سمعناش وين قالوا وين نروح او وين نطلع. فقعدنا بابا قال استنوا كمان شوي قبل ما يقولوا لنا وين تروح. قعدنا نستنى قبل ما يقولوا، ما مضتش ربع ساعه لقينا البيت قاعد بهيل علينا، بدوا بالغرف، رحنا شردنا على المكان على الغرف الثانيه وقعدنا نقول لهم احنا استسلمنا وبدنا نطلع، ورفعنا ايدينا زي هيك طلعونا طلعونا، ما حدش استجاب يعني. وكان الباب مسكر بالمفتاح، صاروا يطخوا عشوائي علينا. حد بابا اخذ رصاصتين في بطنه ورصاصه في ركبته، واختي قالت لبابا انا بطني انفجر انا حاسه فيه. واختي وماما وفؤاد وعمته كانوا بغرفه تانية. لقيت انا كنت تحت الردم 40 ساعه قعدت، ما كانش عندي ولا مية ولا اكل ولا اي حاجه ولا اي حاجه. كنت اقول بس لما اتكلم مع حدا من اهلي اقول له بس بدي مية، جيبوا لي مية. بعدين صاروا يقصوا بالحجار اللي علي والحدايد اللي علي وطلعوني. اول ما طلعوني على الحمالة كان حوالي كلهم قناصين هيك كانوا عاملين علي.